من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال لوقا البشير في اليوم عينه: كان اثنان من التلاميذ ذاهبين إلى قرية تدعى عماوس، تبعد نحو 7 أميال عن أورشليم، وكانا يتحدثان بكل تلك الأمور التي حدثت. وفيما هما يتحدثان ويتساءلان، إذا يسوع نفسه قد اقترب منهما وراح يسير معهما، ولكن أعينهما أمسكت عن معرفته. أما هو فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتحدثان به وأنتما تسيران؟ فوقفا عابسين، وأجاب أحدهما واسمه كليوباس، فقال له: هل أنت وحدك غريب عن أورشليم فلا تعلم ما حدث فيها هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقال له: ما يتعلق بيسوع الناصري الذي كان رجلا نبيا قويا بالقول والفعل قدام الله والشعب كله، وكيف أسلمه أحبارنا ورؤساؤنا ليحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه، وكنا نحن نرجو أن يكون هو الذي سيفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله، فهذا هو اليوم الثالث بعد تلك الأحداث، لكن بعض النساء من جماعتنا أدهشننا لأنهن ذهبن إلى القبر عند الفجر ولم يجدن جسد يسوع. فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة تراءوا لهن وقالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوه هكذا كما قالت النساء، وأما يسوع فلم يروا. فقال لهما يسوع: يا عدمي الفهم وبطئي القلب من الإيمان، بكل ما تكلم به الأنبياء، أما كان يجب على المسيح أن يعاني تلك الآلام ثم يدخل في مجده؟ وفسر لهما ما يتعلق به في كل الكتب المقدسة مبتدئا بموسى وجميع الأنبياء. واقتربا من القرية التي كانا ذاهبين إليها، فتظاهر يسوع بأنه ذاهب إلى مكان أبعد، فتمسكا به قائلين: أمكث معنا، فقد حان المساء ومال النهار. فدخل ليمكث معهما، وفيما كان متكئا معهما أخذ الخبز وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفا، فإذا هو قد توارى عنهما. فقال أحدهما للآخر: أما كان قلبنا مضطرما فينا حين كان يكلمنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ وقاما في تلك الساعة عينها ورجعا إلى أورشليم، فوجدا 11 والذين معهم مجتمعين، وهم يقولون: حقا إن الرب قام وتراءى لسمعان. أما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرف يسوع عند كسر الخبز. حقا والأمان لجميعكم.